هم 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 عاوزين ناكل هم 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 عاوزين ناكل هم 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 عاوزين ناكل هم هم عاوزين ناكل هم هم لا صحة ولا عافية من النهاردة قبل ما ناكل هنعرف ونتعلم ازاي ناكل بالهنا والشفا. والنبي يا محمود عشان انا عينيا ليكي واموري عايزه ايه؟ عايزه يعني نشتري عيش. اه ماشي. بس مش عايزاك تتخانق مع البياع. ايه بقى مش عايزاك تتخانق دي؟ ليه يعني؟ هو انا غاوي خناق؟ لا يا محمود، كل مره بنيجي نشتري عيش بتتخانق مع البياعين. خلاص لا خناق ولا حاجه، ما تزعليش يا زينب. اديني يا ابني خمس ترغيف عيش بس نقاوة. عينك ايه؟ اسف. ايه؟ قلت لك كذا مره و1100 مره ما عنديش نقاوه، العيش كله كويس. الغلبه دي انا سمعتها فين قبل كده؟ فين يا ليلى؟ فين؟ فين يا محمود؟ فين يا ليلى؟ فين؟ فين؟ خلاص بقى يا محمود ما تشغلش بالك. ما اشغلش بالي ازاي؟ الشكل ده انا شفته قبل كده. يلا بقى يا محمود نروح يخلق مش شبه 40. ما تخلصونا بقى. انتوا جايين تشتروا عيش ولا جايين بتسالوا صيامكم؟ عالم فاضية. هو ليلى هو نفس الرخامة والغلاسة. ايوه فعلا يا محمود هو. مش قصدك على الولد اللي كان بيقعد بالعيش على الارض؟ هو بعينه بغلاسته. ايوه يا سيدي، من يوم ما فتحت لي انت وبلدياتك في التلفزيون عملت كشك وبطلت ابيع العيش على الرصيف. والله برافو عليه يا محمود. أو كده الجدعانة ولا بلاش؟ عقبال بقى ما يبطل الغلبة اللي هو فيها دي كمان. بتخلصونا بقى، عايزين كام رغيف؟ هي الغلبة اللي فيها هي عالكشك غلباوي وعلى الرصيف غلباوي. معلش بقى يا محمود خلاص، ادينا يا سيدي خمس ترغيفة بس يكونوا طاس. ما عنديش غير العيش ده، ينفع؟ لا ما ينفعش طبعا. ينفع ازاي؟ ده بايت. بايت؟ لا، الا العيش البايت. عيش بايت؟ لا. عندك حق يا محمود، بلاش عيش بايت. يا ست ليلى بتقولي لا على عيش البيت ليه؟ انت الاول عارفه ايه الفرق بين العيش البيت والعيش الطازه؟ كل الفرق ان العيش البيت فقد شويه رطوبه وحصل له تغير في طبيعه النشا فقلت نسبه النشا الدايب، اما بقيه تركيب ومكونات العيش البيت هي بتاعه العيش الطازه. العيش ليه بيبقى بيت؟ علشان العيش الطازه بنسيبه بعد ما بيطلع من الفرن شويه مده طويله في الجو العادي فبيبقى عيش بيت. العيش الطازه الطري اسرع في التحول للعيش البايت من العيش الطازه الناشف، عشان كده في جميع الحالات لما نشتري العيش الطازه طري ولا ناشف نحطه في فريزر الثلاجه على طول. العيش كمان لازم اننا نحافظ عليه ونهتم بيه عشان يفضل عيش طازه. اما اذا كان العيش اصلا عند البياع بايت فاحنا لازم نشتريه برضه بس نسخنه شويه قبل ما ناكله، فعمليه التسخين البسيطه دي قبل الاكل هتحول العيش البايت الى عيش طازه. في حاجه بقى اهم من كل الكلام ده، هضم العيش البايت جوه الجسم اسهل من هضم العيش الطازه، لان العيش الطازه فيه كميه رطوبه كبيره فجوه المعده بيتكتل ويعمل كتله عجينيه متماسكه، هيبقى تخلل العصرات الهضمه للكتله دي صعب شويه، هيبقى الهضم بتاعه صعب شويه. اما العيش البايت لان نسبه الرطوبه فيه اقل فتكتله جوه المعده هيبقى اقل، تخلل العصارات الهضمة للعيش البايت هيبقى أسرع، هيبقى هضمه أسهل. عشان كده مش غريب إننا بنلاقي في الكتب العلمية اللي بتقسم المواد الغذائية إلى مجموعتين، مواد غذائية سهلة الهضم ومواد غذائية هضمها صعب شوية. مش غريب إننا بنلاقي على رأس قائمة المواد الغذائية سهلة الهضم رغيف العيش البايت، أما بقى رغيف العيش الطازة بنلاقيه في وسط الأغذية اللي هضمها صعب شوية. يبقى معنى كده رغيف العيش البايت إيه؟ صحة وعافية. العيش الطازة حلو والبايت مفيد. يعني العيش طازة وبايت. يعني باختصار العيش كله يعيش يعيش يعيش. صحة وعافية. صحة وعافية. هم 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 هم. إلى لقاء جديد مع ليلى ومحمود. صحة وعافية.